تبليشيا الحوثي تعلن تبنيها الهجوم على الإمارات. هذه الأخبار العاجلة الآن على وكالة رويترز. لا توجد أي معلومات حتى هذه اللحظة من قبل الجهات المعنية هنا في دولة الإمارات، ولكن مثل ما سمع البيان الذي صدر قبل قليل من شرطة أبوظبي كان واضحا بأنه يؤكد أن هناك ربما طائرات درونز استخدمت أو طيارات بدون طيار رصدت هذه الأجسام الصغيرة من قبل الجهات المعنية في أبوظبي، وتم تحديد حقيقة حجم الخسائر التي تحققت من هذا الانفجار، ولا توجد هناك أي خسائر بشرية أو أضرار ناتجة عن الحادثين، ولكن الجهات المختصة تؤكد بأنها تباشر حقيقة التحقيقات الموسعة حول سبب هذا الحريق والظروف المحيطة بها، وسوف نوافيكم حقيقة خلال الساعات المقبلة بالبيان الذي ربما. طيب عبد الله، فرق الدفاع المدني هل ما زالت تتعامل مع الحريق الناتج عن هذين الانفجارين أم أن الأمر تم احتوائه بالكامل حتى وصول الصورة إلينا؟ طبعا نعم تم الاحتواء، لأن هذا الحريق حدث في ساعات صباح هذا اليوم وليست قبل ساعة أو ساعتين، ومثل ما تؤكد الجهات المعنية بأن ثلاث صراهيج البترولية التي وقعت في منطقة المصفى تمت السيطرة عليها بالكامل، والآن أيضا تبشرت الجهات المعنية في التحقيقات بدخول مواقع الحادثين ومتابعة التحقيقات الأولية لهذا الحادث الذي وقع في منطقة المصفى والحادث الآخر في منطقة الإنشاءات التابعة لمطارات أبوظبي.